أعوذ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم لا إله إلا الله لا شريك أشهد أن محمدا عبده أشهد أن ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حقيقة القتل باسم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري واليين على شطري اليمن، وعندما أوشك على الصفر أوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يسرا سرا وبشرا ولا تنفرا. ذات يوم للقاء ذات موسى الأشعري، وشاهد رجلا هناك مقيدا بحبل، فاستفسر معاذ عن أمره، فقيل له من اليهود أسلم اليهود مرتد، وأنهم يقتلون معه منذ شهرين أو ثلاثة ليرجع مسلما، فأصر معاذ ألا ينزل عن دبته حتى يقتل الرجل، وقال: هذا حكم رسوله. هذه الملاحظة الأخيرة تعبر عن الرأي الشخصي لمعاذ، ومثل هذه الآراء لا تعتبر حجة شرعية ما لم تساندها الدلائل التي تؤيدها، ونفصل هذا سنفصل هذا المبدأ بعد قليل إن شاء الله. دعونا الآن نختبر صحة هذا الحديث. أولا، ملاحظة معاذ تتعارض مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي طلب منه أن يخفف عن الناس أمورهم وألا ينفرهم بعيدا. فإذا جعلنا اعتمادنا على حديث من دون أن نتحرى عن فهم معاذ للإسلام في مسألة جوهرية تتعلق بحقوق الإنسان، فذلك سخف ومجافاة للعقل. كما أن هناك شك كبير يحوط بهذا الحديث وسنده وأهليته، وإذا ما كان هناك شك كهذا فيترك، وينبغي ألا ننسى أن هذا حديث جمعت بعد أكثر من 150 سنة من بداية الإسلام، وطبعا كان لعامل الزمن أثره في احتمال خطأ الذاكرة. فطبقا كان قتل اليهودي بأمر كان من معاذ، وهي أخرى أن معاذ هو الذي قتله بيده. وعند هذه الاختلافات الأساسية في واقعة جوهرية، كيف يمكن للمرء الاعتماد على مثل هذه الأحاديث؟ قد ينسى شخص ما، ولكنهم إذا شهود عيان فلا شك أنهم يذكرون تماما ما حدث بشأن المرتد المذكور. أما أن تختلف الروايات في شأن من قتل ذلك اليهودي، هل قتل بأمر من معاذ أو بنفسه، فهذا أمر لا يمكن التغافل عنه. ثم نلتفت إلى حديث نال اهتماما كبيرا، لأن دعاة قتل المرتد يؤكدون ويعتمدون عليه، وهو عمر في قولهم بقتل. وقبل أن نبحثه بالتفصيل، من المناسب ذكر كلمة حول تطبيق بعض المبادئ المتفق عليها بين علماء المسلمين خلال مختلف العصور. تساعد هذه المبادئ التي قد تبدو بين آيات القرآن الكريم وبين الحديث من ناحية، وبين الأحاديث بعضها البعض من ناحية. أولا، كلام أول الله فوق كل كلام، فالقرآن يحكم على الحديث والعكس غير صحيح. يأتي بعد القرآن التطبيق الفعلي للنبي صلى الله عليه وسلم، أي السنة النبوية. لو كان الحديث صحيح أن يخالف نص حديث صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الحديث، ثم بعد ذلك وهو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. وبصدد الحديث يجب مراعاة ما يلي. إذا ما ثبت بأن الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب، فهي الكلام الذي وضعه الله تعالى في فم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن ثمة تعارض ظاهر بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن، عندئذ حجة مقبولة. ليس هناك من يماري في أنه إذا تعارض قول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع تعليم الواضحة على أنه موضوع على وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث لا يتعارض صراحة مع تعليم القرآن، وكان هاء
لتأويل الحديث فالتصرف الصحيح عندئذ هو الاجتهاد في تأويله حتى يزول التعارض ويتفق النصان. عند محاولة التوفيق بين حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب مراعاة الالتزام بتعاليم القرآن الكريم لأنها الأصل الثابت الذي لا يؤول ليتفق مع غيره، ويكون المطلوب الصحيح هو البحث عن تفسير للحديث يتوافق مع القرآن. في جميع الحالات يوزن القرآن ويوزن بقرآنه والعكس غير صحيح. إذا لم يكن هناك تعارض بين القرآن الكريم وبين الحديث فإن صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتحدد عندئذ بناء على ثقة سلامة التسلسل. يجب مقارنة الحديث مع الأحاديث الصحيحة المقبولة الأخرى تحرزا من أن يكون بينه وبينها تعارض ما. أخيرا للتأكد من صحة الحديث ينبغي للداخلي في الحديث دراسة داخلي في العقيدة فاحصة، فإذا تبين أن في الحديث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما رسمتها سنته الصحيحة وطريقته طوال حياته، إذا كان معارضا لما المنطق السليم والعقل السليم رفض هذا الحديث وحكم ببطلان صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. القواعد السابقة دعوا القواعد نفحص الحديث عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادق عنه فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذب الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه كتاب استتابة المرتد كتاب. وروي نحو هذا الحديث في الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ليس بوسع منصف عاقل أن يوفق بين الكور وبين القرآن الكريم. وقد تناولنا بعض آنفا ولمزيد من الإيضاح نظر التالية يقول تبارك وتعالى في سورة آل عمران ومن يبتغي غير فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين كجزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيهم عنهم العذاب وعنهم لهم ينظرون الذين تابوا من بعد ذلك تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ذهبا ولو افتدى به أولئك عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يتبين من هذه الآيات أنه ليس ثمة عقوبة لها إنسان بإنسان آخر الارتداد وقوله تعالى خالدين فيها يشير جليا إلى الآخرة ولا يمكن لعاقل أن يجمع به الخيال ليفسر كلمة لعنة الله لتكون رخصة لقتل ما باعتبار ولم تذكر الآيات أي عقاب بالقتل أي لو كان هناك عقاب جسدي لتحدد هنا بوضوح تبقى التشريع الحاسمة المتبعة في كل الحدود بل على العكس يذكر فرصة التوبة والمغفرة الإلهية فكيف يمكن للمرء أن يتوب وينجو من خطاياه في هذه الدنيا إذا ما قتل. أيضا إذا ما اعتبرنا صحيحا فعلى أنصار عقوبة أن يتفكروا في حل ما يترتب على قولهم من تناقض واضح بين القرآن الكريم بين آيات الحديث وبين الحديث. وعلى وجه الخصوص عليهم أن يتفكروا مليا في موقفهم على ضوء الآيات القرآنية التي سقناها آنفا وأن يعيدوا النظر فيها بعقل متجرد عن الهوى. كيف يجوز لأحد أن يخلع على مثل هذا الحديث المشكوك فيه وزنا يفوق آيات القرآن المحكمة البينة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس ولو شاء محمد من في الأرض حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس إلا بإذن الله
إذنه ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فإذا كان الله بجلاله وعظمته لم يكره الناس على الإيمان، فمن نحن؟ من نحن حتى نرفع السيف أو ننصب الفخاخ على الإيمان؟ المشكلة لدى هؤلاء القائلين بإعدام المرتد أنهم نصوص الأحاديث التي جمعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، حتى لو كانت تتعارض تعارضا بينا من القرآن. أيضا هذا الحديث يتعارض مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المصدر التشريع الثاني بعد القرآن، وسنة سلوكه وفعله وأسوته العملية. ولقد أوضحنا فيما سبق بطلان الزعم أعدم بسبب الارتداد. فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ كان يريد منهم أن يدعوه سلام ليزاول عقيدته إلى رسالة الله تبارك وتعالى رسالة، ولم يسمح له المكيون بهذه الحرية. كان المؤمنون به من وجهة نظر أهل مكة مرتدين، هجروا دينهم ودين آبائهم وعقيدة تقديس الأوثان. ولقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها في صراع للدفاع عن حقوق الإنسان الحق. كل إنسان حر في اختيار عقيدته، وأن لا يكره إنسان إنسان على أن يغير دينه، وأن لكل إنسان حرية تغيير عقيدة دينية إلى عقيدة أخرى كما يشاء إلى عقيدة. وفي الواقع كان هذا هو حقيقة معنى الجهاد المقدس الذي شنه كل ضد مناهديهم عبر تاريخ الدين. وقد ذكره القرآن الكريم مرارا بشأن الأنبياء، وقد ذكره القرآن الكريم مرارا السابقين، وهو قين كل إنسان الإنسان في اختيار عقيدته تتسم بالسلام والمودة وتبلغ بوسائل سلمية. كان رد المعارضين عنيفا إزاء أعظم المواقف معقولية وإنسانية، وأصروا على رفض مواقف الأنبياء، واستمسكوا بدعواهم أن الأنبياء لا حق لهم في تغيير عقائد، وأن الأنبياء إذا لم يرجعوا فسيواجهون عقوبة الارتداد من وجهة نظر المعارضين. وهذه العقوبة لم تكن سوى أو النفي. وكان كفاح النبي صلى الله عليه وسلم ضد معارضيه يسير على سنة السابقين، فكيف يمكن لأي عاقل أن يتنكر لسنوات البعثة النبوية ويتشكك في موقفه الثابت المتين على هذا المبدأ الأساسي؟ فإذا كان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث تتعارض تعارضا كبيرا الحديث الذي هو موضوع بحثنا، فما أقوى من كل ذلك لعدم الاعتدال بمثل هذا الحديث. أما من حيث توثيق الرواة والسند، فهذا الحديث الذي فندناه آنفا مروي في 5 من كتب الصحاح المعروف والترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه، وعند هذا الحد تقف صحته. ذلك لأن صحة الحديث لا تتوقف فقط على روايته في بعض كتب الصحاح، بل هناك معايير توافرها للحديث. أهم هذا بحث دقيق وبحث لتفاصيل شخصية الرواة وتسلسلهم، أجلاء أو قضوا حياتهم لمثل هذه الدراسات. من المضنية الشاملة من مضبحنا اليوم يتيح لنا دراسة أي حلة علة في سلسلة الرواة. فالآن إلى الحديث الذي الآن نحن بصدده. ورد هذا الحديث في تسلسل عن راو واحد هو عكرمة. جميع الحديث روى عنه، لأن البخاري رحمه الله روى عنه وحروا عنه بأنفسهم وعنه. من الممكن أن يكون الحديث صحيحا ومعتبرا ولو كان من طريق واحدة، يعني حديث أحد، ولكنه لا يتساوى أبدا مع حديث له أكثر من طريق. ومثل هذه الأحاديث لا يؤخذ بها في الأمور التي تتعلق بالحقوق والمسؤولية والعقوبات، وجه خاص في مسائل الحدود، ويراد بالحدود تلك العقوبات التي حددها القرآن الكريم عاد قتل المرتد. قتل يحسبون أن رأيهم قائم على تعاليم القرآن مش على الحديث، على القرآن كمان، وأن قتل المرتد يعتبرونه من الحدود. وقد
من قبل وأثبتنا من قبل أنه باطل كل البطلان، وليكن مفهوما أن هو حديث أحد هو ليس له اعتبار حتى وإن عد صحيحا عند بعض المصنفين. بالمناسبة دي يجدر بنا الآن أن نتعرف الحديث وسمعته. كان عكرمة من موالي ابن عباس وتلميذا له، كان تلميذ غير متحمس ومتخلف من الدرجة الأولى، ويعترف بنفسي عكرمة يعترف بنفسي أن ابن عباس كان يغضب بشدة من دروسه، من كل قلة اهتمامه وتهربه من دروسه، حتى أنه كان يقيده ورجليه ليحضر دروسه. موجود هذا في الطبقة سعد. وكان عكرمة أيضا من المعارضين لسيدنا علي بن أبي طالب، وكان يميل إلى الخوارج، وخاصة عندما بدأت تظهر الخلافات وعبد الله بن عيسى. وأخيرا في العصر العباسي كان العباسيون يعادون كل ما يرتبط بسيدنا علي لأسباب سياسية. اكتسب عكرمة شهرة كبيرة واحتراما كبيرا، عالم بارع، ومن البين أن ذلك كان بسبب خصومته لسيدنا علي عنه وصلته بينه خوارج في ميزان الاعتدال. يقول الحافظ الذهبي إن عكرمة كان خارجيا وروايته مريبة لا يعتد بها. إمام علي بن المديني يرى نفس الرأي، وكان يحيى بن بكير يقول خوارج من مصر والجزائر ومن مراكش يميلون بشدة إلى عكرمة. يا ترى ليه؟ وعلى وجه العموم لوحظ أن حديث قتل المرتد نشأ أساس حدثت في البصرة والكوفة واليمن، حجاز على معرفة بهذا كله، ولا استطيع أمد عينيه عن أن هذا الحديث لعكرمة حديث عراق السلسلة. ونذكر بهذا الصدد مقالة العلامة المكي الإمام طاووس بن قيسان من أن أحاديث العراق ما على وجه أبو داود الجزء الثاني. ليس هذا فحسب، بل إن العلامة الكبير يحيى بن سعيد الإنصاري عاب على عكرمة، عاب عدم ثقة رواياته بصفة عامة، بل وذهب إلى أنه كذاب أي كبير كتاب الضعفاء. أيضا يروي عبد الله بن الحارث واقعة مثيرة للغاية شهدها بنفسه عندما زار علي بن عبد الله بن عباس. لقد ابن الحارث وأحزنه أن رأى عكرمة مقيدا إلى عمود خارج بيت علي بن عبد الله بن عباس، وعبر عن ألمه لهذه القسوة بأن علي ألا تتقي عليها فيه، لأن عكرمة لما هو معروف عنه من الصلاح والتقوى لا يستحق الإهانة والقسوة على يد ابن مولاه السابق. علي مفسرا سبب فعله بأن عكرمة يتجرأ على أن يعزو أقوالا باطلة إلى أبي الله ابن عباس. فمن أحسن حكما على عكرمة؟ ابن عبد الله ابن عباس. لا غرابة إذن في أن الإمام مالك ابن أنس وهو من هو رائد الحفاظ المحدثين ومن أشهرهم في العالم الإسلامي يصنف الأحاديث المروية عن عكرمة في بند الواهية، هذا في ميدان ويرى العلماء أن عكرمة يرى إلى المبالغة منهم سعيد الأنصاري وعلي بن عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي الربيع، هذا في فتح الباري. هذا هو الرجل الذي روى الحديث، المرجع الوحيد الذي توقف عليه حياة أولئك الذين يغيرون أو يتهمون بتغيير عقيدتهم إلى آخر الزمان. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كلما جاء اسم ابن عباس في آخر سلسلة رواه يعني استولت الرهبة على المسلمين. هم ينسون أن واضع الأحاديث يثمرون اسمه وشهرته فينسبون أحاديثهم إلى سلسلة من الرواه تنتهي. لذلك فإن جميع المنسوبة إلى ابن عباس يجب فحصها ودراستها. أما إنه لو كان الراوي صادقا في روايته عن طريقه فإن احتمال الخطأ البشري من جانب عكرمة وارد كذلك،
والرواية التالية توضح هذا الأمر جيدا. عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب بأهله، وقال إنه بعد وفاة روي الحديث للسيدة عائشة فقالت غفر الله له من ذلك، إنه قال إن بكاء أهل المشرك على جسد الميت يزيد عذابه. واحتجت قائلة ألا يكفيهم ما قاله الله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. رجل في منزل سيدنا رجل وكماله يخطئ فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لعاقل أن يعتمد تاما على دلالة حديث عائشة مريمة وأنه النتائج التي تصل إلى حد الحياة والموت وحقوق الإنسان. لا يستبعد فعلا أن يكون هذا الحديث من وضع عكرمة ونسبه إلى عباس كما قال علي بن عبد الله بن عباس. وجدنا أن محتواه أيضا خرق. أولا، إنسان في مكان سيدنا عليه لا يفترض بأن الإسلام يمنع بلاتا معاقبة الإنسان، كيف يفوت هذا؟ أيضا جملة اقتلوا من جد الذين هي جملة ذات دلالة عامة بعدة تفسيرات، والعبارة عنها تصدق على الرجال جميعا. معنا الإمام أبو حنيفة الإمام الفقهية الأخرى لا توافق الأخرى على قتل المرأة المرتدة. أيضا لفظ الدين أيضا كلمة عامة، وليس الإسلام بعينه، بل الأوثان يسمى دينا كما جاء في سورة الكافرين. على ضوء ألفاظ الحديث ذي كيف يمكن حصر معناه في المسلم الذي يغير دينه؟ ففي لغة القانون الدقيقة وطبقا لهذا يقتل كل إنسان يقتل غير دينه مهما كان هذا الدين. ويعني هذا قتل اليهود يدخل في المسيحية، في قتل المسيحي الذي يدخل في اليهودية الذي، وقتل الوثني الذي يعتنق أي دين، وقتل المسيحي الذي يدخل في الإسلام. كذلك إن إطلاق كلمة من تتجاوز أيضا حدود الدولة الإسلامية، بمعنى أن مبدل دينه حيثما، بينما يؤكد عظيما على أن التبليغ يغلي هداية الناس للإسلام بحيث أنه يكلف على بحيث أنه يكلف كل مسلم مبلغا للإسلام أن كل مسلم يكون مبلغ كل وداعي إلى الله. فكم هو مثير للسخرية أن ينسخ اليوم بعض علماء المسلمين بروح الجهاد الإسلامي الحق ويركنوا بتهور إلى فكر عقيم. هذا الفكر يزعم أن الإسلام يفرض قتل من يبدل أن قتل من يبدل دينه. طيب وماذا بشأن الديانات الأخرى؟ إن الإسلام أوجب على كل مسلم الجهاد لتبديل غير المسلمين بطريقة سلمية، وهذه مهمة أساسية هامة وتتطلب من كل مسلم طوال حياته. يقول القرآن الكريم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم التي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، في سورة النحل. إن عن مبدأ متحل غير إنساني، وهو مبدأ قتل المرتد، مبدأ لا يقدرون على العلاقات الإنسانية فيما بين الأمم والديانات. لماذا لا يدركون أن هذا يحق هذا لأهل تغيير دينهم؟ ليس لهم هذا، وإن الإسلام له الحق في تحويل الناس إليه، ولكن أتباع الديانات الأخرى لا حق لهم في تحويل المسلمين إلى عقائدهم. ما أسوأ الصورة المؤسفة التي يعرضون بها عدالة الإسلام. قول أن الارتداد هو أن المرء دينه الذي كان عليه صراحة، الارتداد أن يكحد المرء دينه الذي كان عليه صراحة. أما الاختلافات المذهبية مهما كانت خطيرة فلا تعتبر ارتدادا، وعقوبة الارتداد في يد الله لمن وقع في هذا الإثم الشنيع. وجريمة الارتداد إذا لم أخرج
أخرى فليت لها عقوبة دنيوية. هذا هو تعليم الله تبارك وتعالى، وهكذا كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما الحنفية كالحافظ ابن القيم وإبراهيم النخعي الثوري وكثيرون غيرهم هذا في فتح القدير، ودعاوى القائلين بقتل المرتد أمام هذا الإجماع الذي يزعمون صحته ليست إلا محض سراب. أقول قولي هذا أغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.